Senior 2 ازيكو؟ بنكمل مع بعض النهاردة Lesson Photosynthesis Process، وده Lesson 2 في Unit 1. بفكركم أخذنا في الفيديوز اللي فاتت الخاصة Lesson Photosynthesis Process، عرفنا البروسيس دي بتحصل فين. قلنا Photosynthesis Process takes place in chloroplast، وأخذنا Structure تركيب الكلوروبلاست in details، وأخذنا كمان TS or Transverse Section قطاع عرضي في البلانت ليف ورقة النبات، وأخذنا المين تيشوز الأجزاء الرئيسية اللي بتتكون منها. النهاردة هنتكلم عن الميكانيزم of photosynthesis process، أو تحديدا هنجاوب على سؤال مهم، وهو يا ترى ال source of oxygen molecule that produced from photosynthesis process water or carbon dioxide. دي الفوتوسينثيسيس بروسيس، الميكانيزم او الطريقه، كربون دايوكسيد رياكت مع الووتر طبعا ان بريزنس اوف في وجود اللايت اند كلوروفيل بيجمنتس، وده بروديوسينج بيدينا الشوجرز بلس الاكسجين. اكسجين مولكيول بروديوسد فروم فوتوسينثيسيس بروسيس، ودي معلومه احنا عارفينها، بس يا ترى السورس اوف اكسجين ده، مصدر الاكسجين ده ايه؟ كربون دايوكسيد ولا الووتر؟ تعالوا نشوف مين اول ساينتست point to the source of oxygen that produced from photosynthesis process. مين اول ساينتست او عالم اشار او حاول انه يجاوب على السؤال؟ The first person who pointed to the source of oxygen that produced from photosynthesis process. أول scientist أشار للنقطة دي وسأل الأكسجين اللي بيخرج من الفوتوسينثيسيس process مصدره إيه؟ هو فان نيل. فان نيل عمل experiments تجارب على بكتيريا اسمها green and purple sulfur bacteria. هي اسمها كده green and purple sulfur bacteria. ليه جرين؟ البكتيريا دي عندها كلوروفيل بكتيري اسمه بكتيريو كلوروفيل. البكتيريا دي اوتوتروفيك، يعني performs photosynthesis process. متخيلين بكتيريا performs photosynthesis process، بتعمل photosynthesis process زي الجرين بلانت. Depend on itself to get their food، بتعتمد على نفسها في انها تحصل على غذائها او اكلها. تعالوا نتكلم عنها. قلنا هي عندها بكتيري كلوروفيل بكتيري، بتعيش في السوام في مياه البرك. طبعا مفيش ووتر، بس عندها هيدروجين سلفيت وعندها كربون دايوكسيد. تعالوا نشوف ازاي البكتيريا دي بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. كلنا عارفين ان السلفر بكتيريا بتعيش في السوامب، وده معناه ان الهيدروجين سلفيت افيلبل، موجود بكميات كبيره، ومفيش H2O الووتر اللي بيستخدمها الجرين بلانت. اتفقنا كمان السلفر بكتيريا عندها بكتيري كلوروفيل بكتيري، هو اللي هيقدر يعمل ابزوربشن لللايت، يمتص اللايت. اللايت هنا بيعمل splitting للهيدروجين سلفيت، هيقسم أو يعمل انشطار الهيدروجين سلفيت producing hydrogen molecule plus sulfur. الهيدروجين molecule هيعمل reduction للكربون دايوكسيد، وإحنا كلنا عارفين يعني إيه reduction process. reduction process دي a process اللي فيها increasing number of hydrogen atoms. بعد سلسلة طويلة من reactions ده producing بيدينا الكربوهيدرات، الفود، الأكل اللي تكون، عملت البكتيريا أكل خلاص، plus water. عايزاكم تبصوا على البرودكتس، نواتج الفوتوسينثيسيس process made by sulfur bacteria. هنلاحظ إن البكتيريا ما كونتش أكسجين، فيش أكسجين مولكيول produced من الفوتوسينثيسيس process، وده لأن هنا السلفر بكتيريا ما استخدمتش الووتر، ما فيش ووتر وبالتالي ما فيش أكسجين produced، وده evidence، دليل على إن الأكسجين that produced from photosynthesis process هو
الووتر مش الكربون دايوكسيد. هنا السلفر بكتيريا استخدمت كربون دايوكسيد وما انتجتش اكسجين. ازاي الجرين بلانت بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس؟ لان البلانت بيستخدم الووتر وطبعا عنده الكلوروفيل بيجمنت اللي ابزورب اللايت. اللايت هنا بيعمل سبليتنج للووتر producing oxygen molecule، انشطار او انقسام للwater molecule producing بيدينيل hydrogen molecule والoxygen is produced. طبعا لان البلانت استخدم الووتر زي ما احنا شايفين الoxygen molecule is produced، لكن في الgreen and purple sulfur bacteria البكتيريا الاوتوتروفينج اللي لسه اللي اتكلمنا عليها من شويه ما استخدمتش الووتر، علشان كده الاكسجين can't be produced او ما فيش اكسجين produced. ده ايفيدنس، دليل قاطع على ان الاكسجين اللي produced او اللي بينتج من الفوتوسينثيسيس بروسيس مصدره الووتر مش الكربون دايوكسيد. confirming theory of van Niel. ازاي الساينتستس حبوا يتأكدوا من theory of van Niel، نظرية van Niel، وان source of oxygen producing from photosynthesis process الwater. حبوا يتأكدوا من ده ازاي؟ group of scientists at California University، مجموعة من العلماء حبوا يتأكدوا من نظرية van Niel، وده كان باستخدام ألغا اسمها green chlorella alga. green chlorella alga green لأن عندها chlorophyll. ألغا تقدر تعمل photosynthesis process autotrophic، واستخدمنا ده أو ده كان باستخدام isotop oxygen 18. ده الأكسجين النورمال بتاعنا oxygen 16، ده النورمال. أما دوت الاستوب بتاع الأكسجين، إزاي استخدمنا ده؟ إزاي اتأكدنا؟ تعالوا نشوف الستبس. هنا الجرين أند كلوريلا ألغا المفروض إنها perform photosynthesis process، إديناها light وإديناها water، بس الwater دي containing oxygen isotope 18، oxygen مش normal، oxygen 18 يعني الايستوب بتاعة الاكسجين. طيب احنا بنعرف ازاي ان الووتر دي فيها اكسجين نورمال ولا اكسجين ايستوب 18؟ ده بنعرفه باستخدام جهاز اسمه جايجر كاونتر، بيقول لنا في هنا راديو اكتف اليمنت او لا، يعني في ايستوب ولا النورمال اليمنت. الكلوريلا ألغا perform photosynthesis process عادي، بس لقيناها producing oxygen. The oxygen that produced from photosynthesis process containing oxygen 18. يعني احنا ادينا للألغا water containing isotope 18 producing، اديتنا او طلعت oxygen 18. ده طبعا evidence، دليل على ان الاكسجين كان مصدره الووتر. دي اول الستيب. التانية علشان نتأكد، ادينا للالجا normal water يعني water containing oxygen 16. طبعا in presence of light، في وجود light، الكلوريلا ألغا can perform photosynthesis process، عملت photosynthesis process producing oxygen 16 يعني oxygen normal. يعني اتفقنا احنا اديناها normal water producing normal oxygen، لكن في الستيب اول ستيب لما اديناها abnormal water، water containing isotope 18 producing oxygen 18. ده evidence، دليل، اتأكدنا خلاص ان دايما الاكسجين produced from photosynthesis process هي الwater مش الكربون دايوكسيد. senior 2 كده احنا بنكون خلصنا مع بعض. استنوني في الفيديو اللي جاي، هنبتدي نتكلم عن الميكانيزم او الستابس of photosynthesis process، تحديدا هنتكلم عن light and dark reaction. thank you.